فيما ترجعي دائما تصدر المرأة المصرية وكبار السن للمشهد الانتخابي، سواء كان انتخابات رئاسية أو حتى انتخابات مجالس، يعني مجلس النواب؟ حرص المرأة المصرية أو كبار السن على المشاركة في أي استحقاق انتخابي ده دليل كويس جدا أو قوي جدا إن هم عندهم حرص إن هم يبقى ليهم دور وإيمان بصنع القرار إن هم ليهم دور فيه، ودايما يقولوا إن احنا عندنا وعي بالمشاركة وإن هم يقدروا يؤدوا واجب للوطن ويمارسوا حق من حقوقهم الدستورية. طب بالنسبة للشباب، أنت رصدتي هذه المرة بالنسبة لمتابعتك للانتخابات المصريين في الخارج وجود أكثر للشباب عن المرات السابقة؟ حقيقي في المرة دي مشاركة كبيرة جدا للشباب، وده شيء مشرف لينا إن احنا يكون عندنا شباب عندهم وعي سياسي، لأن اللي يعتبر الوعي السياسي بيبدأ من المشاركة. ففكرة إن هم يبدأوا بمشاركة في استحقاق مهم زي استحقاق انتخابات الرئاسة ده يعني خلينا نقول إن احنا عندنا شباب واعي. بترجعي لإيه هذه المرة؟ هذه المرة يعني أرجع إن هو الناس عندها وعي كافي هذه المرة، وعايزين يوصلوا رسالة للعالم كله إن إحنا عندنا طاقة وعندنا أهمية إن إحنا نحط صوتنا في اختيار رئيس مصر القادم، وإن إحنا عايشين بسلام وعندنا ديمقراطية. فده رسائل كتيرة جدا بتوصل من المشهد ده.